السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله انا هكمل اللكتشر التانية او الفيديو التاني بتاع transportation problem او transportation model. في الفيديو اللي فات احنا يعني ادينا brief introduction كده ايه مشكلة transportation اصلا، واخدنا الفورميليشن الماثيماتيكال موديل بتاعها، وكمان عملنا لها فورميليشن وفهمنا ابعاد المشكله ايه، وتعرفنا يعني ايه بروبلم في الاوبريشنز ريسيرش وما شابه. يعني النهارده قبل بس ما اخش بقى في الحل بتاع المساله ازاي بتتحل الترانسبورتيشن بروبلم، في حاجه بس لازم نبقى كلنا عارفينها، اي حد بيدرس او ار او يعني بيشتغل في الديسيجن ميكنج بشكل عام، في حاجه تخص الميثودولوجي بتاعه الاو ار، كونسبت مشهور قوي في فلسفه الاو ار نفسها. التكنيكس او الميثودز بتاعه الحل يا اولاد في الاوبريشنز ريسيرش بتوصل للحل عن طريق تو ستيجز او تو فيزز، كل فيز منهم بتبقى ديستينكت سيبريتد عن الفيز الثانيه او عن الستيج الثانيه، وليها الميثودولوجيز الخاصه بيها. الستيج الاولانيه او الفيز الاولانيه اسمها الفيزابيليتي ستيج او فيز، والثانيه اسمها الاوبتيماليتي ستيج او فيز. اول ستيج او اول فيز اللي هي الفيزابيليتي، في شويه بارامترز كده، في شويه كونديشنز should be met عشان اقدر اقول ان ال feasible actions او ال feasible region او ال feasible alternatives اللي ينفعوا يتنفذوا في الواقع موجودين، والبوردرز بتاعتهم او الحيز بتاعهم اهو. اما في الاوبتيماليتي انا بنقي افضل alternative او افضل action او افضل decision من ال feasible دول. يعني ف يعني ان بريف كده باختصار نقدر نقول ان الفيز الاولانيه اللي هي الفيزابيليتي او الفيزبل سوليوشنز او الفيزبل اكشنز بتعرف فيها على ما هو المتاح من الاكشنز، ايه اللي ممكن اعمله، ومن المتاح بختار الاحسن في ستيج تانية، في فيز تانية اسمها اوبتيماليتي ستيج او يعني الاوبتيمال فيز. انا بقول الكلام ده ليه؟ طيب يعني في الستيج الاولانيه انا بتعرف على كل ما هو متاح من الاكشنز، اما في الستيج الثانيه انا بختار افضل المتاح، احسن حاجه اقدر اعملها، الاوبتيمال ديسيجن او الاكشن. انا بقول الكلام ده ليه دلوقتي في الترانسبورتيشن؟ يعني هو اكشلي ده في كل التوبكس بتاعت الاو ار بيتعمل، لكن احنا لما جينا خدنا مثلا الجرافيكال سوليوشن او خدنا السمبلكس الجوريزم او خدنا او هناخد شويه توبكس لسه في along الكورس، يعني الاثنين ستيجز دي اي طريقه حل بتعدي بيها واي الجوريزم او تكنيك معين بيوصل للحل في اي بروبلم ايا كانت هي ايه بي 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 بيعدي بيها. بس واحنا في الجرافيكال لو تفتكروا احنا كنا بنعمل الكلام ده الاثنين، يعني بحقق الفيزابيليتي والاوبتيماليتي مع بعض سمالتينيسلي، يعني الجرافيكال سوليوشن ميثود الالجوريزم نفسه بادي ان بيشتغل على الفيزابيليتي والاوبتيماليتي مع بعض، او بيترانكيت يعني بينقل من الفيزابيليتي بيعدي بالفيز بتاعت الفيزابيليتي بيحقق كونديشنز بتاعت الفيزابيليتي، وبعدين هوب ينقل على الاوبتيماليتي ويخش في الستيج الثانيه دون ما انت تاخد بالك، يعني عشان انت مش واخد بالك بس من الموضوع، فانت حاسس ان هو ايه الطريقه دي معدت وجابت اوبتيمال سوليوشن مره واحده. لا، هو عدى بالاثنين ستيجز دول بس انت مش واخد بالك. انا عايز اوريك ده بسرعة يعني قبل ما ايه، قبل ما يعني لو فرضنا مثلا انا عندك اي مسألة، اي ماثيماتيكال موديل بتعمل له ماكس ميني ايا كان تو فاريبلز، وبعدين شوية كونسترينس اديتك الفيزابل اريا دي مثلا، يعني عندك فيزابل اريا كده بالشكل ده،
الشيدد دي طبعا الظروف انتوا فاهمين يعني، لكن هي الشيدد اريا هي اللي ايه الباوندد بالثري كونسترينتس دول. الكورنر بوينتس اهي اللي من اللي هم الكانديديتس، يبقى منهم الاوبتيمال سوليوشن زي ما كنا خدنا في الجرافيكال سوليوشن مثلا. يعني ان انا بوصل للفيزبل اريا دي، الفيزبل اريا دي بس دي الستيج الاولانيه او الايه او الفيز الاولانيه اللي هي اسمها الفيزابيليتي. يعني ان انا بكونستراكت بس الفيزبل اريا، بحدد الباوندريز بتاعتها، بتعرف على الكونسترينتس بيتقابلوا في انه حته دي الفيزبل اكشنز اريا. يعني ايه؟ يعني كل النقط اللي هنا اللي جوه انكلود الشكل الفيزبل اريا ده، يعني انكلودد جوه البوليجون ده لو فرضنا ان هو بوليجون، يعني دول كلهم كانديديتس يبقوا حلول واكشنز يتنفذوا في الواقع. لكن مين فيهم الاوبتيمال، مين فيهم الاحسن؟ لا، دي بقى سكند ستيج. باخد بقى الخمسة كورنر بوينتس دول وعوضهم في الاوبجكتيف فانكشن لو انت فاكر، ولما بيطلع في حالة الماكس اعلى واحد فيهم في حالة الماكس او اقل واحد فيهم في حالة الميني، بيبقى اسمه الاوبتيمال ديسيجن او الاوبتيمال بوينت او الاوبتيمال اكشن. الكلام ده ستيج تانية خالص، فيس تانية خالص اسمها الاوبتيماليتي. لما كنت بحل الجراف كنت بنقل من ستيج لستيج من غير ما تاخد بالك. حتى في السيمبلكس بفرض، يعني لو احنا بنحل السيمبلكس لو انت فاكر مثلا، كنا بنعمل تيبل 2 3 4 كنا برضو بننقل من تيبل للتاني للتالت للرابع وما شابه. كل التيبلز دي فيزبل اب تيل ان انا اوصل للاوبتيمال تيبل، ويبقى دي الاوبتيمال سوليوشن. يعني برضو بعدي بالاثنين ستيجز. طب انت بتقول ده ليه يعني يا سنطاوي؟ ايه فكره الحته الفلسفيه الميثودولوجي دي تفرق في ايه؟ احيانا يا اولاد في الواقع بره كورسك انت يعني، او بره بياند ليميتس يعني، بيبقى الفيزبل سوليوشن هو اللي انت انترستد فيه. يعني مثلا بعض المسائل بتبقى صعبه جدا جدا جدا، تفصيلاتها كتير قوي في ارض، انا بتكلم على ريل لايف كيسز، يعني صعبه جدا جدا جدا، في بارامترز كتير قوي، في كونسترينتس كتير قوي، فانت مش قادر يعني توصل لحل فيزبل، مش قادر تشوف حل واقعي يوافق بين كل او يوافق كل الايه الاشتراطات او الكونسترينتس اللي على الموديل. فالحل مفيش حل واحد ينفع، يعني مفيش اكشن واحد يقدر يحقق كل الكونسترينتس والقيود دي. فبندور بس جاست ان المساله دي بس يظهر لها اي حل فيزبل، يعني الحل اصلا مش موجود، المساله انفيزبل يعني، يعني مفيهاش حل، ملهاش، لا يوجد ليها حل، لا يوجد ليها اي من الاكشنز يقدر يتنفذ في الواقع. فبقدر العب في البارامترز بتاعت المساله عشان جاست انفورس الموديل ده، عشان احاول أبوش الموديل ده، أحاول أضغط باتجاه ما أو أفيكس شوية بارامترز عشان جاست بس يظهر حل واحد يقدر يبقى فيزبل لكل الكونسترينتس دي أو لكل القيود دي. أحيانا بيبقى ده مقصود، يعني أحيانا الفيزابيليتي بس it's enough sufficient جدا، موديل كبير ضخم مش لاقي له حل يمشي معاك مع كل الاشتراطات والقيود اللي عليه. فجاست ان انا اول لما بلاقي اول بوينت فيزبل بانفورس الموديل اللي يوجد فيزبل اكشن ولو حتى بوينت واحده بكتفي بيها وبنفذها في الواقع. دي بعض التكنيكس في الاو ار بتبقى كده. واحيانا لو كان في يعني في ايشو مشهور قوي في الاو ار يا اولاد اسمها ايه، كوست فيرسس تايم. يعني احيانا مثلا الموديل هيتحل في وقت اطول، حاجات الميليتري مثلا مضروب عليا صاروخ وهو في الجو، مش هعمل كالكوليشنز واشوف ازاي فين البوينت اللي هضرب فيها الصاروخ المضاد من عندي من ارضي انا يضرب الطياره او الصاروخ اللي طاير في السماء بتاعتي ده اللي طاير عليا، يعني اللي بيضربني ده اقابله فين بالظبط، اكوريت فين الحته الاوبتيمال بالظبط
احيانا الوقت ما بيبقاش ساعف تعمل ده كله، فبتلجأ لاي حل فيزبل بحيث يقابل الصاروخ ده في اي منطقه، في اي حته، فيه في ظهره، في ديله، في 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 راس الطياره، في ديل الطياره، مش قصه يعني. المهم ان هو يماتش البوينت، الصاروخ ده يقدر يهيته، يخبطه في اي حته ويسقطه. بعض الكيسز ما بقاش فيها اريحيه الوقت الكبيره، محتاجه كالكوليشنز اكتر عشان وقت اكبر عشان اقدر اجيب اوبتيمال سوليوشن. احيانا ما بلجأش للاوبتيمال سوليوشن، مش عايز اضحي بوقت ولا عايز حل اكيوريت 100%. لا يا عم، هات لي اي حل افيشنت، اي حل بس يبقى فيزيبل ونفذه. الكلام ده كله علاقته بالترانسبورتيشن موديل، ان عندنا في الترانسبورتيشن بروبلم عندنا التو فيزز دول سيبريتد. يعني الفيديو ده هيبقى للميثودز والتكنيكس والطرق اللي تحت الفيزيبل الفيزيبيليتي فيز او الفيزيبل سوليوشن. ازاي بجيب الفيزيبل سوليوشن؟ بجيب الحل بدائي اولي، بعدي بكل البارامتر، بيعدي بكل الكونسترينتس اللي كانت شفتها معايا في الموديل اللي فات، في الموديل بتاع الترانسبورتيشن بروبلم لما عملنا له فورميليشن. يعني بجيب اي حل اولي يوافق كل الكونسترينتس بتاعت السبلاي والديماند اللي كانت موجوده في الموديل اللي انت شفته في الفيديو اللي فات. ثم ده حل اولي بيسموه في العلم يا اولاد initial basic feasible solution. initial basic feasible solution اللي انت شايفه معايا ده، وده بدايه الايه المحاضره النهارده، يعني بعد المقدمه اللي هي ايه اللي لا غنى عنها. يعني احنا في الحل بتاع في الستيب في الستيب بتاعت الفيزابيليتي او الستيج بتاعت الفيزابيليتي، بنجيب بكذا طريقه حل اولي بنسميه. كل الطرق دي بتبروديوس بتجنريت حل اسمه IBFS Initial Basic Feasible Solution. اكشن في 15 16 طريقه تحت الفيز دي، يعني في 15 طريقه مختلفين مش بيطلعوا نفس الحل كارقام، لكن بيطلعوا حلول اوليه من نفس النوع اسمها Initial Basic Feasible Solution. فلسفه الترانسبورتيشن بروبلم كالاتي: في الستيب الاولانيه، في الفيز الاولانيه، احنا بنبروديوس حل اولي بيعدي بالكونسترينتس بتاعه المساله كلها، بتاعه الموديل كله، باي طريقه بقى من السيميلرز دول. دول كلهم طرق، يعني فيرينس من 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 حاجه واحده. وانس بقى عندي حل اولي، بقى عندي حل انيشيال، بدخله في ستيب ثانيه، في ستيج ثانيه، على ميثودز جديده، على تكنيكس جديده، تحاول تلاقيه عن طريق انها بتاخد انبوت الحل الاولاني ده، تحاول تلاقي الحل الاوبتيمال بيزد عليه. يعني ايه؟ يعني انا في الستيب نمبر 1 اللي هي الستيج نمبر 1 الفيزابيليتي، بشوف حل اولي فيزبل بس، ثم ادخل الحل ده على ميثودز ثانيه في ستيب نمبر 2 اسمها الاوبتيماليتي، يحاول ينهانس في الحل ده، يفضل يطور فيه، يحسن فيه، يطور فيه، يحسن فيه، يطور فيه، يحسن فيه. وانس ان هو قادر يحسن بيستمر في التحسين، يعني تطور الحل ده مثلا الكواليتي بتاعته بقت معقوله، في يقبل تحسين تاني، باخد الحل الجديد، يقبل تحسين تالت iteratively كده، بيقعد يحسن فيه يعني recursive كده على طول، عمال يحسن طول، كل ما هو بيحسن وبيقبل التحسين يحسن فيه، يحسن فيه، لحد ما يوصل لبوينت هو مش قادر يحسن عن كده، مش قادر يجيب حل افضل من ده. الحل الاولاني ده اتحسن بشكل كبير قوي 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 بطريقه لا تقبل التحسين، فبقول الحل الذي لا يقبل التحسين ده اسمه اوبتيمال. فهما اتنين يعني فيزز ديستينكت سيبريتد، وتحت كل فيز منهم في different methods، فلازم احنا بس نبقى واخدينهم بالشكل ده. والoptimal solution بيوصل بالاثنين، يعني بالفيز الاولانيه وبعدين الفيز الثاني. الحل الاولاني اللي هتشوفه معايا النهارده ده اسمه IBFS، ده مش حل optimal، ده حل basic feasible، حاجه اوليه.
حل حل، لكن هو الحل الافضل لا، محدش يقدر يقول unless تدو السكند ستيب وتتاكد ان ده الحل الاوبتيمال، او الحل الاوبتيمال يطلع معتمد على الحل الفيزبل اللي كان في الاول. طيب تحت الفيزابيليتي ميثود دي احنا زي ما قلنا كده في يعني طرق يمكن عدت العشرين دلوقتي كتير يعني بافكار مختلفه كده يعني. فاحنا بنقول ان في الكورس ده هناخد 3 different methods او techniques لايجاد الحل الانيشال بيزك فيزابل سوليوشن، الحل الاولي ده فين؟ احنا تحت الستيب او تحت الفيز اللي اسمها الفيزابيليتي. الحقيقه الثلاثه الطرق دول مشتركين كومن في 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 3 ستيبس ومختلفين في ستيب اولانيه. يعني كل حل من الثلاثه، كل طريقه من الثلاثه ليها 4 ستيبس. along the slides كده ان شاء الله اللي هي موجوده معاك برضو هتلاقي ان انا عامل الستيب الاولانيه اللي هم مختلفين فيها الثلاثه ميثودز دول بلون مختلف، لكن من ستيب نمبر 2 لستيب نمبر 4 هم نفس ال ال الستيبس ايدنتيكال، هم بالظبط يعني. يعني الاختلاف بيبقى في الستيب الاولانيه من 4 ستيبس، لكن الستيب 2 3 4 كومن في كلهم في الثلاث طرق، بل في كل الطرق تقريبا المقترحه في المجال يعني. اول طريقه اسمها نورث ويست كورنر، النورث ويست كورنر. عايزك بس ايه يعني نعمل الكلام ده بقى ايه بره كده بالراحه عشان نتعلم الطريقه نفسها ازاي. النورث ويست كورنر دي المساله اللي انا اديتها لك في الفيديو اللي فات. المساله فيها 3 فاكتوريز، ده الايزي يوزر انترفيس. تاني ده مش الشكل الرئيسي بتاع المساله، ده شكل اكستراكتد من الماثيماتيكال موديل، بس ايزي يوزر انترفيس يمكن التعامل معاه بشكل ابسط واسهل، وكمان الحل هيبقى عليه بشكل ابسط واسهل. اول حاجه لما تشوف مساله زي دي يا اولاد عايزك تتاكد بس من حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان التوتال، بالك من الكلام ده كويس قوي، ان قد يكون يعني ان التوتال التوتال سبلاي يعني السبلاي بتاع الفاكتوريز كلهم مجموع 30 و15 و25 دول 70، ده التوتال سبلاي. طيب والتوتال ديماند اللي هو مجموع الساتوريشن كاباسيتيز بتاعت كل الماركتس، ادي واحد ال10 دي زائد ال40 دي زائد ال20 دي مجموعهم 20 و40، ادي 60 و10 70، يبقى الديماند ايكوال 70. في حاله ان التوتال سبلاي بيساوي التوتال ديماند اقدر اقول ان المساله دي بالانسد. يعني ايه بالانسد يا سنطاوي؟ يعني التوتال سبلاي والتوتال ديماند ايكوال. في حاله ان هما مش بالانسد، يعني كان التوتال سبلاي مثلا يعني ال 30 دول كانوا 20 فبقى 20 و15 و25 60 وتوتال ديماند زي ما هو الثلاث ارقام بتوع الكولوم زي ما هم 10 40 و20، فالديماند هيبقى 70. هقدر اقول ان دول لا يساووا بعض، فانا هزود رو او كولوم يخلوها بالانسد. يعني المساله بتاعت الترانسبورتيشن بروبلم يا بالانسد يا مش بالانسد. بالانسد في حاله ان التوتال سبلاي بتساوي التوتال ديماند. الكلام ده ملوش دعوه بعدد الروز والكولومز، انا بتكلم على توتال الروز ايكوال توتال الكولومز، مجموع كل الارقام اللي على الروز كتوتالز هو مجموع كل الارقام اللي على الكولومز كتوتالز. فلو كانوا بالانسد المساله بتتحل وخلاص، وهوريك حلها دلوقتي، كلام تريفيال بسيط مش دي القصه. لازم تتاكد في الاول انها بالانسد ولا مش بالانسد، لان اللي مش بالانسد يعني التوتال سبلاي مش بيساوي التوتال ديماند، لازم تزود لها انيشال ستيب قبل الحل. ايه الانيشال ستيب؟ هنزود كولوم دامي رو او دامي كولوم اللي هو الدامي فاكتوري او دامي ماركت، وده طبعا ده هيبقى تفصيله بالتفصيل يعني في فيديو هيعمله الدكتور كريم، وهو يعني في قمه الشطاره اشطر مني كمان 90 مره يعني، فيقدروا يوريكوا الحاله اللي هي مش بالانسد يحلها ازاي بستيب انيشال، يخليها بالانسد الاول عن طريق انه يزود رو كولن وبعدين يكمل المساله.
المهم احنا دلوقتي نركز بس احنا ازاي نحل المساله. طيب انا اتاكدت ان المساله بالانسد الكونديشن ده شيكته ولقيت ان التوتال سبلاي بتساوي التوتال ديماند. النورث ويست كورنر اللي هي اول طريقه جايه معانا خد بالك قالت لك ابتدي دائما بانك تملى المربع او السل او طريقه النقل اللي فوق على الشمال. يعني ليه فوق على الشمال؟ ليه النورث ويست كورنر؟ يعني اللي هي الاكسيوغرافيكلي كده اللي عليها الضوء. اول طريقه نقل تقراها في الجدول ده اللي هي من فاكتوري 1 لماركت 1، دي اول حاجه خالص اللي هي السل دي. هو بيقول لك ابتدي عبي فيها حط فيها، يعني انك انت تسلكت السل اللي هتملاها في الجدول دي الستيب انيشال الفيرست في كل الميثودز الثلاثه اللي هعرضهم لك في المحاضره دي. مش بس كده، ده هي دي الحته اللي بيفرق فيها الطريقه عن الثانيه، يعني الثلاث طرق مختلفين في الستيب دي ازاي تنقي السل الاولانيه اللي هتملاها، لكن من بعد كده ايدنتيكال كلام واحد في كله ومش هنعيد كتير فيه، يعني الموضوع بسيط قوي. طيب هنا قال لك ابتدي انقل املا او عبي السل اللي فوق على الشمال. دي معناها ايه يا اولاد في الريل لايف؟ يعني انت انقل من الفاكتوري الاولاني او خد طريقه النقل اللي في السل الاولانيه اللي هي من فاكتوري 1 لماركت 1. فاكتوري 1 بيطلع 30 حته كتوتال، ماركت 1 بيطلع بيحتاج سوري 10 حته. الله، يعني انا الفاكتوري بيطلع 30 والماركت يقدر يساعد 10 بس، فطبعا مش منطقي ان انا اقدر انقل اكتر من 10 حتت بس. يعني ايه ميكانيكلي بقى، يعني كوانتيتيفلي كده انت عايز تقول ايه يا سنطاوي؟ انا عايز اقول ان انت هتشوف الرقم التوتال، ودي تاني ستيب، الرقم التوتال بتاع الرو والرقم التوتال بتاع الكولم، وتاخد الرقم الاقل اللي فيهم تحطه جوه السيل. انا خلاص حددت ان السيل دي اللي حملاها الرقم التوتال بتاع الرو 30، الرقم التوتال بتاع الكولم 10، ايه الرقم الاقل اللي فيهم؟ 10، حط ال10. ببساطه كده، ببساطه كده، ودي ستيب نمبر 2 ببساطه. خلاص، ستيب نمبر 3 اطرح ال10 اللي انت حطيتهم دول، الرقم الاقل في الاثنين من نفسه ومن الرقم اللي فوقيه الاكبر، يعني ال10 دي هتطرح من الرو ومن الكولوم، 10 ناقص 10 بزيرو هيبقى 10 دي ناقص 10 بقت بزيرو، و10 ناقص 30 او 30 ناقص 10 بقت ب20. ايه الرقم اللي انا كتبته 20 ده؟ وايه الرقم اللي زيرو ده؟ بيانديكيت ايه يا سنطاوي؟ اقول لك بيانديكيت ايه، دول الكوانتيتيز الافيلبل بعد ما انت عملت الوكيشن للسيل الاولانيه. انت جبت السيل الاولانيه وحطيت فيها 10، خلاص انت كده كانك عملت اساينمنت، كانك عملت كونفرميشن ان انا هنقل من فاكتوري 1 لماركت 1 10 حتت. يتبقى لفاكتوري 1 20 حته لسه صالحه للتوزيع، والماركت الاولاني يعني انت بعد ما انت عملت الاساينمنت دي الالوكيشن ده لسه فيها 20 حته بينتجهم مصنع رقم واحد ده، ممكن اوزعهم على الاثنين ماركتس الثاني والثالث. اما بالنسبه لماركت 1 كان عايز 10 حتت، خدهم من فاكتوري 1، فما عندوش اي ساتوريشن. زيرو يعني ايه؟ يعني خلاص الماركت ده اتملى، كان عايز 10 حتت واخدهم من المصنع رقم واحد. ودي ثالث ستيب. رابع ستيب، انت لو عندك رو او كولوم جابوا زيرو، اشطب داش كل السيلز اللي فاضيه فيه. الزيرو ده جاي تحت الكولوم الاولاني، حداش يعني هشطب على السيلز اللي فاضيه فيه، دي 10 وده فاضي هيتشطب وده فاضي هيتشطب، يبقى العمود ده كله خلص كده اهو. يعني خلاص ما ينفعش بشطب، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش فاكتوري 2 يدي الماركت ولا فاكتوري 3 يدي الماركت 1 اي نوع من الكوانتيتيز او اي كميه من الكوانتيتيز، لان اللي هو عايزه خده وما عندوش ساتوريشن يقدر يشيل من الفاكتوريز الثانيه اي كميات. ده المعنى. الاربع ستيبس ورا بعض كده، معلش احنا هنقولهم مره واثنين في الاول، لكن بعد كده خلاص هنحل بسرعه. يعني الاربع ستيبس انت بتحدد السل بيزد على طريقه النورث ويست كورنر، بحدد السيلز السل الاولانيه اللي فوق على الشمال، اول سل عليها الدور في الملي اللي هي تيجي عليها الدور في الاول. يعني نورث ويست دي يا اولاد هي مش مقصود النورث للنورث ولا الويست للويست، هي مش جيوغرافيكلي، يعني هي المقصود
ان اول سيل بتقابلني اول مصنع لاول ماركت. ده القصد يعني لكسوجرافيكلي يعني كانك انت بتعملها الفابيتيكلي كده تكتب من اول السطر يعني. فاول السطر دائما اللي هيقابلك السيل اللي فوق على الشمال النورث ويست كورنر عشان كده اسمها كده. هبتدي بالسيل اللي فوق على الشمال. تاني ستيب هحط الرقم الاصغر في الرو والكولوم. بشوف الرو والكولوم الافيلبل كوانتيتيز قد ايه. هنا كان عندي 30 و10 حطيت ال10 الرقم الاقل في الرو والكولوم. بطرح الرقم من التوتال بتاع الرو والتوتال بتاع الكولوم الرقم اللي انا حطيته الوكيتد ده بطرحه من الرو والكولوم. غالبا وابدا كل سيل بتتحط هترمي لك زيرو هيتحدد بيها زيرو على التوتال رو او التوتال كولوم. يعني في يا رو هيجيب زيرو يا كولوم هيجيب زيرو. رابع ستيب اللي هي بقول لك عليها دي الزيرو ده اشطب كل السيلز اللي فاضي اللي فاضيه في الرو صاحب الزيرو او الكولوم صاحب زيرو. مش لازم يبقى كولوم كل مره ولا رو كل مره. اكشلي هما بيوسكليت يعني مره رو مره كولوم. طيب احنا عملنا الاربع ستيبس دول وفهمتهم يا سنطاوي. اعمل ايه بعد كده؟ اتيريت نفس الستيبس. يعني ايه؟ يعني هات من اول ستيب نمبر 1 وابتدي يعيد نفس الاربع ستيبس دول على نفس الجدول. ياه يعني هعمل الموضوع ده لحد امتى؟ هعمل الموضوع ده لحد ما الجدول يقفل، لحد ما خلاص كل السيلز يا تبقى مشطوبه يا فيها ارقام. انا عندي دلوقتي في بعد ما شطبت وحطيت العشرة في سيل من السيلز وشطبت اتنين سيلز تانيين بقى عندي ستة سيلز فاضيين اللي هم دول يا اولاد اهم شايفينهم طبعا السبعة والاربعة السيل اللي فيها سبعة وفيها اربعة وفيها عشرة وفيها زيرو وفيها اتنين وفيها خمسة. وعايزك برضو ما تنساش ان الارقام في البوكسز الصغيرين دول هم ترانسبورتيشن كوستس بير يونت. يعني دي ريتس للترانسبورتيشن كوست بير يونت. دي فلوس. الارقام اللي بحطها في السيلز الكبيره او العشرة او شويه الارقام اللي هحطهم تاني دول يونتس كوانتيتيز. طيب الست سيلز اللي فاضيين دول مين فيهم فوق على الشمال؟ اللي فوق السبعه والاربعه اللي على الشمال رقم سبعه. هحط انا كده عملت تحديد للسيل اللي انا هعبيها اللي عليها الدور في التعبيه اللي هحط فيها رقم. ده اول ستيب. تاني ستيب حط الرقم الاقل من الرو والكولوم. هنا 20 وهنا 40 يبقى ايه الرقم الاقل فيهم؟ ال 20 طبعا. طب حط ال 20 يا عم الاول واطرح ال 20 دي من ال 20 نفسها واطرح ال 20 دي من ال 40 يتفضل هنا 20. خد بالك خد بالك. يبقى انا حطيت في تاني ستيب الرقم الاقل. تالت ستيب طرحت من الرو والكولوم من الرقم يعني 20 من 20 و20 من 40 اتفضل 20 وصفر. رابع ستيب قلنا الرو اللي بيجيب زيرو او الكولوم اللي بيجيب زيرو اشطب كل السيلز اللي فاضيه فيه. ده جاب زيرو. الرو الاولاني جاب زيرو خلاص اهو. دي مليانه دي مليانه ثلاثه مليانه سبعه مليانه لكن الاربعه فاضيه اشطب. يتبقى اربعه سيلز هعيد نفس القصه لحد ما اوصل خط النهايه. الاربعه سيلز اللي انا ماخدهم لك في البوكسز دول. يعني الرو الاولاني كله خلص والكولوم الاولاني كله خلص. يتبقى الاربعه سيلز اللي هم داون رايت دول ال10 والصفر والاثنين وخمسه. مين فيهم فوق على الشمال؟ السيل اللي فيها 10. السيل اللي فيها الكوست بير يونت 10. 15 ولا 20؟ احط الرقم الاقل. احط 15 طبعا. 15 من 15 بزيرو و15 من 20 بخمسه. ايه الرو اللي جاب زيرو؟ اتريتيفلي بقى خلاص سرح الموضوع. يا ريت تعملها معايا يا اولاد واحنا بنشتغل اعملها معايا بايدك يعني توفر لك وقت. ايه الـ 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 الرو اللي جاب زيرو او الكولوم اللي جاب زيرو؟ الرو الثاني في سيلز فاضيه داشها ملاها خلاص. ما ينفعش فاكتوري 2 ده يدي ماركت 3 لان هو كان عنده 15 حته توتال قدام الماركت 2. لا ينفع يدي ماركت 1 ولا ماركت 3 كلام منطقي. طيب اذا بقى ايه يا اولاد دلوقتي في الـ في الـ في الـ في التيبل او الفريم ده ما الموديل ده ما فاضي ممكن ان انا اشتغل عليه؟ اخر اثنين سيل تحت على اليمين اللي هما الاثنين والخمسه. مين فيهم فوق؟ الاثنين تحت ما فيش في حد فيهم فوق. طب مين اللي على الشمال؟ الاثنين. احط خمسه هي اللي فاضله ولا احط 25؟ لا طبعا احط 5. 5 من 5 بزيرو، انا بحط الرقم الاقل، و5 من 20
بخمسة من 25 سوري بعشرين. طيب يتبقى ايه بعد كده؟ هو يتبقى ان في عندك الكولوم الثاني الماركت رقم 2 جاب زيرو، اشطب كل اي سيل فاضيه فيه، الخمسة مليانة، الخمستاشر مليانة، العشرين مليانة، مفيش ولا سيل فاضية، خلاص مش مشكلة ما تشطبش المليان بقى، هنشطب الفاضي بس. طب ايه السيل اللي فاضلة؟ السيل اللي فاضلة اللي فيها خمسة اللي هي اخر سيل تحت على اليمين اللي هي دي، ياه احط فيها عشرين وعشرين. لازم يا اولاد لو المسألة انت شايكت انها بالانسد من الاول وحلتها وطمنت ان المسألة معاك بالانسد وحلتها باي طريقة من الثلاث طرق اللي هي دي اولهم يعني نورث ويست كورنر وبعد كده هناخد طريقتين، اخر سيل بتتملي في الجدول ايا كان موقعها ايه، مش لازم تبقى تحت على اليمين كل مره، ممكن تبقى في اي مربع من التسع مربعات دول او اي مربع او اي سيل في اي مساله في اي حته، لازم اخر سيل بتقفل لك التيبل بتتملي في التيبل الكولوم بتاعها الكوانتيتي اللي على الكولوم هو يكون نفس الكوانتيتي اللي على الرو، ويا ريت تسركلهم كده عشان تتاكد من الحته دي. العشرين هي العشرين والعشرين دي هحطها هنا. وما تنساش وانت بتحل المسألة دي دائما وابدا ان انت ما تنساش تحط الرقم جوه السيل. معظمكم يا اولاد لما بيجي بيحل ويوصل لاخر سيل يعمل لها لوكيشن ينسى يحط الرقم، يطمن خلاص اه العشرين ايكوال عشرين زي ما قال السنطاوي تمام ده زي الفل خلاص كده ميت فل واربعتاشر. لا ما تنساش ان انت تكتبها. دلوقتي انا حطيت في اي سيل تانية فاضية في الجدول؟ لا انا عملت بالنورث ويست كورنر. ايه الحل ده اسمه ايه؟ اي بي اف اس ستيج الاولانيه بجيب بيها حل اولي، ده انيشال بيزك فيزيبل سوليوشن. فممكن اسالك في امتحان اقول لك فايند ذا اي بي اف اس تبقى فاهم بتاع ايه، دي ستاندز فور ايه بقى؟ انيشال بيزك فيزيبل سوليوشن حل اولي يوزنج اي ميثود من الثلاثه نورث ويست او غيرها يعني. طيب التوتال كوست فين؟ هو انا دلوقتي عملت ايه؟ انت دلوقتي قررت ببساطه كده اهو انك انت تنقل من فاكتوري واحد لماركت واحد 10 حتت بتكلفه حته واحده بس نقل 3 جنيه، من الفاكتوري واحد للماركت 2 20 حته ب 7 جنيه وهكذا بقيه السيلز. انت قصدك تعمل ايه؟ انت قصدك تعمل ايه في النهايه؟ انك انت بعد ما تعمل لي الالوكيشنز دي تقول لي التوتال كوست البوليسي بتاعه الترانسبورتيشن دي هتكلفك كام؟ احنا بنعمل ده كله مش عشان نوصل ان احنا نوزع ارقام في عواميد وصفوف، لا انا عايز اوصل للتوتال كوست الاستراتيجي بتاعت النقل ده من الثري فاكتورز دول للثري ماركتس دول هتكلف كام؟ هتكلف 10 حتت هتتنقلوا ب 3 جنيه الحته يبقى دول 30 اهم، و20 في 7 و15 في 10 و5 في 2 و20 في 5 لما دول تكلفه النقل الريليفنت داخل معاك ثمن البرودكت، انت تكلفه نقل بس يعني ثمن البرودكت او هو نفسه ايه احنا مش عارفين، احنا هننقل اليونتس بالتكلفه دي ايا كان اليونت ايه او سعرها ايه، انا يعني بتكلم على سعر اليونت نفسها البرودكت نفسه. طب التكلفه ده بالشكل ده الاستراتيجي دي الكونفيجريشن ده كلفني كام؟ 430. 430 ايه ده بقى، يونتس ولا فلوس؟ لا ده فلوس، ده يونت اوف ماني يعني، ده 430 جنيه دولار ايا كان، لان انا نقلت 10 حتت ب 3 جنيه الحته ونقلت 20 حته ب 7 جنيه الحته، في النهايه التوتالز دي ايه؟ 430 جنيه. لو انا عندي شكل احسن حطيت ارقام التوتال بتاعت الروز والكولومز دول وزعتهم توزيعه احسن بحيث ما بقاش فيه فايوليشن لاي رو ولا اي كولوم، بفرض يعني ان انا قدرت ان انا اساتيسفاي الكونسترينتس بتاعت السبلاي وبتاعت الديماند، ان انا الفاكتوريز مشيت حسب الكاباسيتيز بتاعتها وكمان الماركتس حسب الكاباسيتيز بتاعتها، ووزعت عملت الوكيشن تاني لشويه ارقام وجبت تكلفه بيزد على الالوكيشن ده طلعت 400 جنيه، انه احسن التكلفه الاقل طبعا. التوتال كوست هنا 430 جنيه، انت نقلت ال 70 حته دول من الثلاث مصانع للثلاثه ماركتس ب 430 جنيه. لو انا جبت لك طريقه تانية عباره عن انك تنقل من الثلاث مصانع برضو للثلاثه ماركتس وذين الكونسترينتس وذين التوتالز دول ب 400 جنيه يبقى احسن ولا اوحش؟ يبقى احسن. يبقى كل ما كان التوتال كوست بيقل بتاع ترانسبورتيشن كل ما كان احسن. دي اول طريقه بتاعت ايه يا سنطاوي؟ بتاعت النورث ويست كورنر بتجيب الاي بي اف اس. تاني طريقه
اسمها least cost cell. In brief كده بنكتبها LCC. الليست كوست سيل دي انا قلت لك ان كل الطرق بتفرق في ازاي تحدد السيل الاولانيه اللي بتملاها، بس بعد كده انك انت بتطرح وانك انت بتصفر عمود او صف وبعدين بتشطب ده كله ايدنتيكال. الفرق الوحيد بين الطريقه دي واللي فوقيها يا اولاد ان انا بحدد السيل الاولانيه مش فوق على الشمال اللي هي عليها الدور زي النورث ويست، لا ده انا بيزد على البوكسات الصغيره اللي انت شايفها الثلاثه والسبعه والاربعه والتسعه والعشره دول اللي هم الترانسبورتيشن ريتس، دول باخد اقل ريت فيهم وابتدي املى السيل او املى البوكس او املى طريقه النقل دي الاول، ثم اعمل ايه؟ ثم بعد كده اهو ادور من ستيب نمبر 2 بقى لاربعه ان انا بطرح و الى اخره، نفس المساله زي اللي فاتت بالظبط. ممكن نعمل الكلام ده بسرعه كده؟ اه ممكن نعمل الكلام ده بسرعه جدا طبعا. اقل سيل في الثلاثه والسبعه والاربعه، اقل رقم 3 7 4 9 10 0 1 2 5، اقل تكلفه ريت للترانسبورتيشن، يعني الترانسبورتيشن كوست، اقل تكلفه بير يونت ترانسبورتيشن بير يونت فيهم الزيرو. هل ده منطقي ان يبقى في حاجه بتتنقل ببلاش؟ يعني هايبوثيتيكال ممكن نقول اه، يعني ده الظروف الاستادي يعني، لكن طبعا في الواقع دي طبعا ممكن يبقى المصنع نفسه جواه معرض، يعني جواه السوق، يعني كان في بعض المصانع كده يا اولاد يقول لك معرض جوه المصنع، مثلا لبس بسكوت حاجات اغذيه او ما شابه يعني، فما بيبقاش في تكلفه نقل، يعني هو بيجيب من على السير المكنه يحط في المعرض اللي في نفس المكان. لكن طبعا يعني الموضوع اكيد هيبقى فيه عامل بينقل، اكيد فيه وينش بيشيل، وينش شوكك فورك ولا كلارك، يعني اكيد في حاجه ولو بسيطه يعني، لكن احنا طبعا فرضين ان هي بزيرو، فرضين انها بزيرو، المساله بتقول كده يعني. طيب اقل رقم في التسعه ارقام دول الزيرو، السيل بتاعته اهي. حلو قوي قوي الكلام ده. الرو والكولوم 15 و20 من هنا بالظبط زي النورث ويست كورنر. يعني ايه؟ يعني 15 اقل ولا ال 20؟ ال 15، حط ال 15 يا عم. 15 ناقص 15 0، 15 ناقص 20 5. فرقت في ايه؟ فرقت ان انا ما رحتش للفوق على الشمال زي النورث ويست، انا رحت الاقل رقم في البوكسات الصغيره دي وابتديت بالسل بتاعته، بس ده الفرق الوحيد. طيب ادي 5 وادي وادي 0، مين اللي جاب 0؟ رو ولا كولوم؟ الرو الثاني، الفاكتور رقم 2، اشطب كل السيلز اللي فاضيه فيه. يتبقى عندي 6 سيلز فاضيين، الثلاثه، السبعه، الاربعه، الواحد، الاثنين، الخمسه، لان السطر اللي في النص ده خلاص خلص، اتشطب واتملى. تمام. اقل رقم في الست ارقام دول ايه ككوست بير يونت، كترانسبورتيشن كوست بير يونت؟ واحد ولا اثنين ولا خمسه ولا ثلاثه ولا سبعه ولا اربعه؟ واحد. حلو قوي. طب لو لقيت رقمين شبه بعض، واحد وواحد، يعني واحد هنا وواحد هنا، ابتدي باي واحد فيهم مش هتفرق دلوقتي، يعني اللي ابتدي باي واحد فيهم مش هتفرق. لو لقيت اقل رقم ده في اثنين سيلز فاضيين بنفس الرقم، واحد وواحد في حته ثانيه، خد اي واحد فيهم وابتدي، مش هتفرق، مش هتفرق كحل في النهايه يعني. طيب انا هنا واحد ولا اثنين ولا الخمسه ولا الثلاثه ولا سبعه ولا اربعه؟ الواحد هو الاقل. حلو، يبقى انا حددت ان انا حامله السيل دي. حاملاها ازاي بقى؟ نفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. 25 ولا ال 10 اقل؟ ال 10، حط ال 10 يا عم. 10 ناقص 10 بزيرو، 10 ناقص 25 15. حلو قوي 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 قوي. ايه الصف او العمود اللي خد صفر؟ العمود الاول ماركت نمبر 1، 10 في 10 اتملت وكمان التسعه اتداشت، لكن التلاته دي لسه فاضيه داشه. حلو قوي. بعد ما عملت كده اهو، وما تنساش يا اولاد قبل ما ترفع من ايدك من اي الوكيشن، ساعه ما بايدك بتحط رقم لازم تتاكد ان انت هتشطب صف او عمود، اوعى تنساها، لانك انت لو في سيل انت نسيت تداشها وشفتها في ايتريشن بعد كده وانت بتحسب حسبه ثانيه ولا لفه ثانيه ولقيتها فاضيه ممكن تملاها وايل ان هي كانت المفروض تبقى ايه؟ مشطوبه، فخد بالك من دي قوي. ايه السيلز اللي فاضيه لسه ما اتشطبتش؟ السبعه والاربعه والاثنين والخمسه، اقل كوست اقل رقم فيهم الاثنين،
15 ولا 40 يعني حمله السيل دي 15 ولا 40 15 اطرحهم ال 15 ده بزيرو وال 15 ناقص 40 ب 25 ده كلام حلو قوي. ايه الصف اللي خد عمود؟ الصف اللي خد زيرو او العمود اللي خد زيرو الصف رقم 3 ده في 2 مليانين بس واحد لسه فاضي اهو اشطبه. السبعه ولا الاربعه؟ الاربعه. الخمسه يعني هبتدي املى السيل دي الاول. خمسه ولا 30؟ لا الخمسه هي اللي قال. خمسه من خمسه بزيرو و30 وخمسه من 30 ب 25. يتبقى ايه بقى؟ يتبقى الكونديشن اللي يقول لك شيكه لازم لازم دي اماره انك ماشي كل الستبس اللي فاتت في الحل كانت صح. يعني لو انت لقيت ان اخر سيل السبلاي بتاعها صفها هو نفس الرقم بتاع الديماند بتاعها اللي هو عمودها يبقى انت كده ماشي صح. ده تشييكة يعني دي تشيكينج ان انت ماشي صح. فال25 دول هم ال25 دول بس قلت لك اوعى اوعى انت خلاص لما وصلت الخط النهائي هنا اهو ريحت وقفت وبطلت تجري. لا اوعى اوعى انت ال25 دول اتاكدت ان هم ال25 دول في اخر سلحة هتقفل معاك التيبل كله بس ما تنساش تكتبها. لو ما كتبتهاش مش هتحسبها في التوتال كوست وساعتها جميل هيبقى المساله كلها راحت في الغسيل. خد بالك من دي قوي خد بالك من دي قوي. طيب التوتال كوست قلت ايه يا سنطاوي؟ 25 في 7 بلس 5 في 4 بلس 15 في 0 بلس 15 في 2 بلس 10 في 1. الله 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 بتكتب ازاي دي؟ بتكتب كده المنظر ده كده. بص اهي هات كده تاني. 25 في 7 و5 في 4 و15 في 10 و10 في 1 15 في 1 اللي انا كنت لسه حاططهم لك اللي هم كنا لسه حلينهم على الفريم يعني اللي هي 25 هنا اهو كده اهو و5 هنا اهو كده اهو و15 هنا اهو و10 في 1 اللي هم دول و15 في 2 اللي هم دول والباقي كله مشطوب. ده الحل النهائي لاي بي اف اس. الحل ده جاب كام؟ لما حسبته كفلوس بقى الالوكيشن ده الكونفيجريشن ده البوليسي دي جابت لي 235 وحده فلوس جنيه دولار مش هتفرق. الحل ده احسن ولا اللي فات؟ لا ده طبعا. ليه؟ ده كحل مش كطريقه. ان الحل ده جايب 235 جنيه تكلفه نقل 70 حته من الثلاث مصانع للثلاث اسواق. ولكن المساله اللي فاتت الحل اللي فات اللي هو اللي كان طالب النورث ويست كورنر كان جايب 430. مين احسن؟ ده طبعا احسن احسن بكتير. لكن هل طريقه النورث ويست كطريقه بقى على الاطلاق احسن من الليست كوست سيل؟ مش لازم. يعني الطرق ما نقدرش نقارن بينها لكن الحلول ممكن نقارن بينها. طيب دي تاني طريقه. انت قلت لي هاخد ثلاث طرق يا سنطاوي خلصت لي اتنين. هقول لك بقى حاجه جميله قوي نحلها اللي هي الاخرانيه خالص. اسمها الفوجل ابروكسيميشن ميثود او الفام. يبقى نورث ويست كورنر ليست كوست سيل والفوجل ابروكسيميشن ميثود او الفام. الفام فيها يعني بترلاي على كونسبت جميل قوي حابب انك تفهمه. بس الاول ناخد الطريقه كميكانيكا ارقام يعني وبعدين نوصل لايه يا اولاد ل احنا بنعمل ايه يعني ده بنعمله ليه. مهم جدا يا اولاد مفاهمين دائما الفلسفه اللي ورا الموضوع لان الارقام ده حتى الامريكان يقول لك ده ديرتي بيزنس يعني اي حد يعمل اي حاجه مش دي القصه. مهم احنا بندور على الفكر ايه الفكر اللي ورا الموضوع ايه عشان اتغيرت بين الظروف. دي الفام اهي تالت طريقه الفام. ولو انت ملاحظ ان التيبل بتاعي هو نفس التيبل ونفس المساله بس في حاجه زادت عليا اسمها البيناليتي. البيناليتي دي انت هتيجي بعد التيبل وتاخد حرف اللي مقلوب كده زي ده كده ترسمه يعني وانت بتيجي ترسم تعمل بيناليتي كده اهي اللي كده بس مقلوب يعني وهتكتب بيناليتي وبيناليتي وهتبتدي تحسب بيناليتيز. ودي الفرق بين الطريقه دي والطريقتين اللي فاتوا يعني هي بتزيد بحاجه بسيطه خالص لكن هي نفس الميثودولوجي ونفس نفس الفكر ونفس المنهجيه بالظبط. طيب انت
والفريم لسه ابيض كده واحنا لسه ما عملش allocation لاي سيل من السيلز. انا بدور على ايه؟ انا بدور على ان انا احط ايدي على اول سيل املاها في الجدول. وانس ان انت حددت السيل اللي هتملاها هتعرف بعد كده تجيب الرقم الاقل من الرو والكولوم بلا بلا بلا. الموضوع بسيط على طول. بس انا عايز احدد الطريقه دي فرقه عن الطريقتين او الثلاث طرق فارقين عن بعض بايه؟ ان انت بتحدد السيل اللي هتملاها في 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 هتملاها ازاي في الاولاني خالص. قال لك عشان تحدد السيل اللي هتملاها من التسعه سيلز دول من التسعه من البوكسز دول بفرض يعني، انت هتعمل خطوه كده انيشال اسمها بينالتي. ما هفهمها لك يعني ايه، بس الاول نشوف الطريقه ايه. لكل رول كل كولوم هتطرح اقل رقمين فيهم من بعض، بس هتجيب الابسولوت ديفرنس مش هتجيب الديفرنس بالنيجاتيف. يعني 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 3 ناقص 4 هي 4 ناقص 3 مش هتفرق. المهم الديفرنس 1، ما بتكتبش بالنيجاتيفز يعني، تكتب الابسولوت ديفرنس او المودلس بتاع الديفرنس بتاع اصغر رقمين في الريتس بتوع كل الروز وكل الكول. يعني ايه؟ يعني فاكتوري 1، انا عندي كام صف وكام عمود؟ 3 صفوف و3 عواميد. ابتدي باول صف يا عم، فاكتوري نمبر 1. ايه السيلز اللي فاضيه فيه؟ 3 وال7 وال4. يعني ايه السيلز اللي ممكن ملياها؟ ال3 وال7 وال4. اقل رقم رتبهم الاول من تحت لفوق، 3 اقل رقم، فوقيه ال4 فوقيهم ال7، اقل رقمين من تحت 3 و4، الفرق اللي بينهم 1، حط الواحد ده البينالتي بتاعه الصف ده. ممكن اعمل الكلام ده للصف رقم 2 الفاكتوري نمبر 2، رتبهم 0 9 10 من تحت من الاصغر للاكبر، 0 9 10 اقل رقمين ال0 وال9، هات لي المودلس بتاع الفرق بتاعهم، هات لي الابسولوت ديفرنس بتاعهم. 9 ناقص 0 او 0 ناقص 9 يعني البنالتي هتبقى 9. حلو قوي ده، حلو قوي 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 كده كده تمام، انا معاش معاك زي الفل. الفاكتور نمبر 3 الواحد والاثنين والخمسه اقل رقمين واحد واثنين يعني الفرق بتاعهم واحد. حلو قوي. طب الكلام ده على كل الروز وكل الكولمز، يعني الكولم الاولاني ماركت 1 السيلز اللي فاضيه فيه الثلاثه والتسعه والواحد لسه ما مليتش اي حاجه في الجدول فكله فاضي. طب اقل رقمين الثلاثه والواحد، حلو قوي، الفرق اللي بينهم اثنين، حط الاثنين هنا. السبعه والعشره والاثنين اقل رقمين اثنين وسبعه، الفرق اللي بينهم خمسه، حط الخمسه هنا اهو. أربعة وزيرو وخمسة أقل رقمين الزيرو والأربعة، هي أقل رقم زيرو واللي بعديها أربعة، الفرق اللي بينهم أربعة، حط الأربعة هنا. كلام جميل قوي. بقى عندي عدد من البناليتيز، عدد من الأرقام يمثلوا عددهم هو عدد كل الروز والكولمز اللي في المسألة. حلو قوي ده. طيب أكبر رقم في الست أرقام الروز والكولمز مع بعض مين؟ الواحد التسعة الواحد أربعة خمسة اتنين، لا التسعة أكبر رقم. التسعة دي البناليتي بتاعت انه رو او انه كولوم بتاعت الرو التاني. طب لو كان خمسة بفرض يبقى ده البناليتي بتاعت الكولوم التاني. حلو قوي. انا دلوقتي طلعت اعلى بناليتي فيهم هي التسعة، ودي اللي اسايند لانه رو او انه كولوم اسايند الفاكتور نمبر اتنين. حلو قوي. الفاكتور نمبر اتنين ده فيه كام سيل فاضية ينفع تتملي؟ التلاتة فاضيين. اقل واحد فيهم اقل تكلفة ريت للنقل، اقل كوست ترانسبورتيشن كوست بير يونت فيهم، اقل بوكس من البوكسات الصغيرين دول، ابتدي من السل بتاعته. يعني الزيرو هو اقل رقم في من في الثلاث ارقام التسعه والعشر والصفر، يبقى انا حامله السل دي. كل اللفه الطويله العريضه دي انت عملتها ليه يا محمد؟ عملتها عشان احدد السل اللي حاملاها. وبعد ما احدد السل نفس اورس نفس الستبس اللي احنا خدناهم في الطريقتين اللي فاتوا النورث ويست والايست كوست، مفيش اي فرق. يعني ايه؟ يعني انا عندي السيل دي 20 و15، معناها ايه؟ معناها ان المصنع ده بيعمل 15 حته حد اقصى للانتاج، والسوق عايز 20 حته، حاضر انقل ايه في النهايه؟ هنقل 15. يعني طب لو كان العكس، كان المصنع بيعمل 500 حته والسوق عايز 10، هنقل 10 بس لان السوق ما يشيلش اكتر من 10. ففي النهايه انا باخد الرقم الاقل من الرو كولوم ليه؟ لان ده اللي هقدر انقله في الواقع، مش هقدر ازيد. 15 ولا 20؟ ال 15، حط ال 15 يا عم اهي. 15 ناقص 15 ب 0، 15 ناقص 20 ب 5،
الصف اللي جاب زيرو او العمود اللي جاب زيرو اشطب كل السيلز اللي فاضيه فيه، ده الصف الثاني يعني ادي 10 وادي 9 يتملوا. حلو قوي 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 الكلام ده. كل اللي احنا عملناه ده عشان نعمل سيل واحده بس، عشان املى سيل ثانيه لازم اعمل كل اللي انا عملته ده ثاني. ثاني الكلام هجيب البنالتي لكل الروز والكولومز ثاني من الاول بنفس الطريقه وما تزهقش. 3 7 4 انا عايز اجيب البنالتي بتاعت فاكتوري نمبر 1 اللي هو الرو الاولاني. 3 7 4 3 ناقص 4 ب 1 اهو، ده خلاص اتملى. هحط جنبه داش كده انديكيت ان خلاص مش ما ينفعش املى فيه اصلا يعني. طب الرو الثالث 1 و2 و5 ايه السيلز الفاضيه فيه؟ الثلاثه. اقل الرقمين اطرحهم من بعض ابسولوت ديفرنس 1 و2 ب1. حلو. ككولومن بقى ايه السيلز الفاضيه اللي فيه؟ 3 وال1 بس لان التسعه اتشطب عليها ما ينفعش تتملي، ما ينفعش تخش معاك. طب 1 ناقص 3 ب2. حلو، حط الاثنين. طب السبعه والاثنين حط فرق بينهم 5. طب الأربعة والخمسة إيه السيلز اللي ممكن أملاها في الماركت نمبر 3؟ السيل بتاعت الأربعة والسيل بتاعت 5، الفرق اللي بينهم الصفر مش داخل معايا، خلاص اتملى، ما ينفعش إنك تملاه تاني، هو اتملى. أربعة وخمسة الفرق اللي بينهم 1، حط الواحد. خد بالك تكير قوي قوي من الواحد اللي أنا حسبته إزاي. يعني لما تعيد الفيديو حاول تفهم إن أنا باخد الفرق بين أقل اتنين سيلز ينفع يتملوا، ماليش دعوة بالمليان. حلو قوي. بقى عندي كام بيناليتي يا عم؟ 5 بيناليتيز في تاني سطر، تاني لفه. يعني لو فرضنا ان دول كده اهو ايتريشن، ده كده ايتريشن تاني. الله، 5 ليه؟ لان انت مليت سيل، خلي بالك طيرت لك صف او عمود، فيبقى عندك 5، واللفه الجايه هيبقى 4، واللفه الجايه هيبقى 3 وهكذا. طب اقل رقم في الخمسه الجداد دول، ادي 1 ادي 1 ادي 1 ادي 5 ادي 2، اقل رقم ولا اكبر رقم؟ اكبر رقم، برافو. يعني عايز اخد ان انا البيناليتي احط اخش جوه سيل موجوده في رو او كولوم صاحب اكبر بيناليتي. انا هنا خدت التسعه عشان اكبر بيناليتي، هنا واحد وواحد وواحد وخمسه واثنين، اكبر بيناليتي فيهم ايه؟ الخمسه. حلو قوي. دي البيناليتي المصاحبه لانه ماركت ولا انه فاكتوري؟ الماركت نمبر 2. طيب ايه السيل اللي ممكن املاها في الماركت نمبر 2؟ يا 2 اللي تحت خالص يا 7 اللي فوق خالص. طب اقل كوست بير يونت في السبعه والاثنين الاثنين، يبقى ابتدي املى السيل صاحبه الكوست بير يونت 2، ودي اللي تبتدي بيها، سيب الثانيه بتاعت 7 دي لان دي هتكلف اكتر. 25 ولا 40؟ 25 طبعا. 25 من 25 0، 25 من 5 من 40 سوري 15. حلو قوي. اعمل ولا في حاجه نسيها؟ لا في حاجه نسيها طبعا. انت لازم تطرح بالك، تطرح من الرو والكولوم الكوانتيتي اللي انت عملتها الوكيتد، وما تنساش يا صديقي ما تنساش اللي جاب زيرو تشطب كل السيلز اللي فاضيه فيه. يعني ده جاب زيرو وانا رقصتك وكملت، ما ينفعش. مفترض ان ده جاب زيرو قبل ما ارفع ايدي واخش في ايتريشن ثالثه، قبل ما ارفع ايدي لازم اتاكد ان الرو صاحب الزيرو الكوانتيتيز بتاعته صفرت، يعني او الكولوم صاحب الزيرو الكوانتيتيز بتاعته صفرت، تشطب كل السيلز اللي ايه؟ اللي فاضيه فيه. تمام جدا كده. الفاكتوري نمبر 1 احسب البيناليتي ثالث مره عشان احط السيل رقم 3، هحط رقم في ثالث سيل، هعمل الوكيشن ثيرد الوكيشن يعني. حلو قوي. 3 و7 و4 اللي فاضي 3 و7 و4 اقل رقمين في اللي فاضي 3 و4 الطرح بتاعهم 1 ابسولوت ديفرنس، ده خلص راح في الغسيل، ده خلص راح في الغسيل. طب ككولوم بقى 3 7 4 3 7 في الماركت رقم 1، السيل الوحيده اللي فاضيه هي رقم وسيل 1 اللي هي الفاكتوري 1 ماركت 1، والكوست في اليونت بتاعها ب 3. في اي سيل ثانيه فاضيه ينفع تتملي؟ لا. طب هطرحها من ايه؟ مش لاقي حاجه تطرحها منها، حطها هي. ده البيناليتي بتاعها. البيناليتي بتاع الكولوم او الرو صاحب السيل الفاضيه وحيده، سيل سنجل سيل هي اللي فاضيه ينفع تتملي،
الفيناليتي دي بتتحسب بالرقم نفسه، بتحط الرقم نفسه من غير ما تطرحه من حاجه، كانك تطرح 3 ماينس 0 يعني، مفيش حاجه تطرحها منه. طيب الكولوم الثاني في 2 سيلز مليانين او مشطوبين، وفي سيل واحده بس فاضيه ينفع تتملي بكوست بير يونت 7، حط السبعه زي ما هي البيناليتي بتاعتها، ودي هحط الاربعه. في ثالث اتريشن يا صديقي 3 7 4 1، ايه اكبر بيناليتي، اكبر ولا اقل؟ اكبر بيناليتي يا صنطاوي، انا مركز المره دي. حلو، الاكبر بيناليتي بتاعتي 7، هسركلها دي البيناليتي بتاعت انه كولوم او رو، الكولوم الثاني جايه كولوم وجايه كولوم الثاني، ايه اللي ينفع املاه جوه الكولوم الثاني من السيلز ينفع املاه؟ مفيش غير السيل اللي فيها 7 بس، هحط فيها كام؟ هتحط فيها 15 ولا 30؟ 15. هقارن الرقم 15 ده بال 30 دي. حلو، 15 ناقص 15 اقل 15 طبعا، 15 ناقص 15 بزيرو، و15 ناقص 30 ب 15. بس السؤال بيقول هشطب ايه بقى ما ده جاب زيرو؟ ينفع حاجه تشطبها؟ ايه اللي جاب زيرو؟ الكولوم رقم 2، الماركت رقم 2، في حاجه فاضيه تنفع تشطبها؟ لا. فخلاص حلو قوي، كمل يا عم الشيخ، لسه لحد امتى؟ لحد ما كل البوكس، كل الفريم يبطل يخلص، لحد ما يبقى في بيناليتي واحده بس في البيناليتيز هي اللي بتتحسب، وسيل واحده بس اللي هتملاها. انت كده كده لسه فاضل 2 سيلز، كمل طالما في سيلز فاضيه كمل. حلو قوي، 3 و4 انا بتكلم على الفيناليتي بتاعت فاكتوري نمبر 1، 3 و4 وما السيلز الفاضيه اللي فيه 4 ناقص 3 ب 1، هات بس الاتريشن دي كده عشان ما تلخبطش، 1. حلو قوي، ثم داش داش لان ده صفرين، وهنا داش وهنا 4 وهنا 3. ده كلام جميل قوي، ده كلام جميل قوي 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 قوي. طيب 3 ولا 4 ولا 1 اكبر بيناليتي؟ الأربعة طبعا، الأربعة دي تدخلك انه صف او انه عمود؟ تدخلك العمود الثالث، ماركت نمبر 3. في سيل ينفع تتملي فيه؟ رقم 4، احط فيها كام؟ 15 ولا 5؟ الخمسة طبعا لانها الاقل، 5 ناقص 5 ب 0، 5 ناقص 15 ب 10. حلو قوي، حلو قوي 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 قوي، يعني دي 10. تمام، احسب البيناليتيز تاني يا صنطاوي، هو ينفع احسبها تاني؟ احسبها تاني، ولو بتطلعوا خلاص يعني، هي طبعا المساله وضحت، دي السله الفاضيه الوحيده اللي انت هتملاها، لكن عايزك تعملها لحد الاخر عشان تتعلم بس. البيناليتي دي 3 اللي هي السل، الرقم اللي في السل الفاضيه لان مفيش رقم تاني يطرح منه، ودي داش داش هنا داش داش داش، هيتبقى الثلاثه دي بس، الثلاثه اللي هنا بس، ثانيه واحده، طب احط كام؟ يعني الثلاثه هنا، الثلاثه اللي هنا كفيناليتي كل ده شات، وفي نفس الوقت السيل دي اللي فاضيه فاضل فيها 10 حتت كسبلاي و10 حتت كديماند، يعني الكونديشن بتاع الكوانتيتي اللي على الرو، الكوانتيتي على الكولوم بتاع اخر سيل نفس الرقم موجود، ده دليل ان كل المساله اتحطت صح. 10 ناقص 10، احط ال 10 ما انساهاش، وكده 10 ناقص 10 وخلاص. طيب ايه التوتال كوست بقى في المساله دي؟ انا خلصت كده؟ خلصت. ايه التوتال كوست في المساله دي؟ التوتال كوست في المساله دي اهو، لو تفتكر احنا كنا حاطين 10 هنا، 15 هنا، 5 هنا، صح كده؟ وكنا حاطين ايه تاني؟ 25 هنا، وحاطين 15 هنا تقريبا، يعني 15 في 0 صح.
10 في 3 15 في 7 5 في 4 15 في 0 25 في 2 عملت التوتال كوست اديتني 205 جنيه. السؤال بيقول انا حسبتها لك بثلاث طرق مختلفه مختلفين في اول ستيب فيهم بس والباقي كل الستيبس من ثلاثة ستيبس اللي بعد كده ايدنتيكال. تقدر تقول لي افضل طريقه فيهم ايه؟ افضل طريقه فيهم اللي مديالك اقل تكلفه، التوتال كوست بتاع الثلاثه ورا بعض كده لو تفتكر. بص التوتال كوست بتاع الثلاثه اهو يا اولاد، الاولاني مدي 430، ال سي سي ادى 235، والفام ادى 205. ايه افضل توتال كوست في الثلاثه؟ طبعا الفام، دي افضل طريقه بمينيمايز التكلفه. يتبقى بس حاجه قبل ما اختم الفيديو ده، انك تبقى فاهم طريقه ال يعني الفام دي ماشيه ازاي. ده مهم جدا 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 ليك انت. يعني في مبدا كبير قوي يا اولاد في الديسيجن ثيوري او في ديسيجن ميكنج اسمه ريجريت ثيوري. يعني في ناس بتبقى درايفد او الديريفيشن بتاعه ان هم ياخدوا قرار مش ان هو يكسب اكتر، انه يندم اقل. في بعض النوع يعني نوع من الناس كده ان هو مش بيوبتمايز عن طريق ان هو بيسيك او بيسيرش اعلى بروفيت على قد ما هو مش عايز يندم مش عايز يخسر. فالريجريت ثيري دي الكوانتيفايد ريجريت ثيري اللي محسوبه في الاريا بتاعت البيزنس والمانجمنت بتاعتنا احنا اللي انت فاميليير بيها، اريا مشهوره جدا جدا جدا. خدت انت قبل كده تير مشهور قوي اسمه اوبورتونيتي كوست، يعني التكلفه الفرصه البديله. انت بتحسب البروجكتس او الانفستمنتس اللي هتخشها عن طريق ضياع بروفيتس عليك لو كنت استثمرت في مشاريع تانية. دي نفس الفكره. انا عايزك يعني تبقى معايا فيها، الفهم بتاعها مهم. يعني ثانية واحدة، حلو قوي كده، ثانية واحدة ونختم بيها الفيديو الظريف ده. هنا لما جيت حسبت البيناليتي دي يا أولاد، هي الفرق بين الفيرست والسكند بيست. يعني انت لو كنت هتملى في سيل من الثلاثه، هتملى سيل من الثلاثه، تحب تملى في السيل الترانسبورتيشن كوست بتاعها الثلاثه ولا سبعه ولا اربعه؟ اكيد ثلاثه، لان ده اقل تكلفه. يعني انت عايز تحط الكوانتيتي كلها في السيل اللي هتتنقل ب 3 جنيه الحته فيها. ده كلام منطقي جدا. طب ولو غلطت وخدت السكند بيست، يعني ما قدرتش ان انت تاخد الاوبتيمال ده، ايه افضل تاني افضل حاجه اللي هي السيل اللي فيها اربعه؟ فالبيناليتي دي بتمثل ايه؟ بتمثل ان انت لو اتصرفت صح ومليت السيل بتاعت الثلاثه، مفيش بيردن، مفيش بيناليتي، مفيش اكسترا كوست عليك. لكن لو غلطت وخدت السكند بيست او مليت السيل اللي هي فيها اربعه، هيبقى في اكسترا كوست عليك جنيه او يونت واحده، جنيه يونت ماني، يعني جنيه واحد في الحته الواحده. فالبيناليتي بتاعتنا هي محسوبه ان انت بيزد على ان انت لو غلطت وخدت السكند بس مش الفيرست بس، الاكشن ده هيترتب عليه اكسترا كوست بقد ايه؟ ده البيناليتي. طب انت يا سنطوي فهمتني البيناليتيز دي يعني ايه، لكن انت ايه دورها في الموضوع؟ يعني انا ليه حسبت البيناليتيز؟ حسبت ان انت دائما وابدا هتندم بقد ايه لو ما خدتش الاحسن وخدت الثاني احسن. هي دي فكرتها، ريجريت ثيري. مسعر التشويسز الالترناتيفز، عمل لهم ايفالويشن بيزد على ايه؟ بيزد على الندم لو ما تصرفش صح وتصرف تاني تصرف صح، او الاقل منه في الاوبتيماليتي، يعني اقل منه في الـ في الـ في الـ في الاحسنيه. يعني خدنا التكلفه الـ 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 الاحسن او تاني تكلفه احسن، الفرق اللي بينهم دي الفكره. طب البيناليتيز احنا رصناها كده صح وفهمنا يعني ايه، والونج ذا رود سيكوينشلي كده انا فهمت البيناليتيز بتتحسب ازاي ومعناها ايه، لكن انا ليه خدت التسعه؟ هي دي السؤال بقى، هي دي الكورنر ستون يعني بتاعت الموضوع كله. هو خد التسعه وخد اعلى بيناليتي، كان المنطقي يا سنطاوي ان انا اروح للتشويس او للالترناتيف
او ابتدي املى في السيلز صاحبه البيناليتي الاقل. ده المنطق بيقول كده. لكن اقول لك لا، هو صاحب هو دور على اكبر بيناليتي. يعني ايه؟ يعني اكبر جريمه، اكبر ميستيك، الفيتال ميستيك، ان اكبر غلطه في كل التيبل ده لو خد الفيرست بيست او السكند بيست along كل الروز والكولومز من البرسبكتيف بتاع كل الفاكتورز وكل الماركتس، ان هو يغلط ويملى في لما اتكلم على الفاكتور نمبر 2 السكند رو، لو غلط وخد الفيرست بيست، لو متصرف صح وخد الفيرست بيست هيتكلف الحته الواحده نقلها بصفر، لكن لو خد السكند بيست خد بالك هيتكلف انه ينقل الحته الواحده بكام يا سنطاوي؟ بتسعة. يبقى ضيع على نفسه او كتر تكلفته او زود تكلفته بتسعة جنيه في الحته الواحده بس، ودي اكبر مشكله. لذلك هو ابتدى باكبر مشكله عشان يتصرف فيها صح فينزع فتيل المشكله دي ويضيعها، يعملها avoidance. هي دي الفكره. بيروح للبنالتي او بيروح للرو او الكولوم صاحب اكبر بنالتي ليه؟ عشان ياخد الاكشن الصح في اكبر مشكله ممكن تطلع له اكبر بنالتي يواجهه. هو راح للتسعه عشان دي اكبر ميستيك، لو خد التسعه وما خدش الصفر دي اكبر بيردن، اكبر ايه؟ اكبر اكسترا كوست. بس هو عايز يتاكد ان هو اتصرف فيها صح، يعني خد الاكشن الصح فملى الصفر وساب التسعه، خد السيل اللي فيها صفر وعمل افويدنس ان هو ياخد التسعه، فكانه عمل اكسكلودنج للاكسترا كوست دول وتصرف صح، والبيردن ده مش هيلبسه خلاص، مش هيزود اكسترا كوست خلاص. وهكذا سيكوينشال بقى، كل مره كل ايتريشن بيدور على اكبر بينالتي، اكبر مشكله ممكن تواجهه، وكانه بيرتب المشاكل يا اولاد اللي ممكن يواجهها في السلكشن او الالوكيشن، وياخد اكبر بينالتي يحل المشكله اللي فيه عن طريق انه ياخد الفيرست بيست، البيست مش السكند بيست، وبعدين يعمل افويدنس في ينحي المشكله دي، وبعدين يشوف اكبر ميستيك ممكن، يعني رتب الغلطات ان رو وتصرف فيهم سيكوينشالي التصرف الصح اللي يبطل كل المشاكل دي وتخليه يعمل لها افويدنس كلها ان توتال. لذلك الفام من الطرق الريلايبل جدا ومن الطرق القويه جدا 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 جدا، اللي هي قايمه حتى على ميثودولوجي اب تيل ناو. يعني دي يمكن طريقه بقى 60 70 سنه ليها قصه وليها حكايه وفيلم واغنيه، مش دي قصتنا يعني، لكن اب تيل ناو ما اتضربتش، يعني ما فيش طريقه احسن منها. ولو انت خدت بالك ان النورث ويست كورنر هي طريقه مكانيه نابعه من الناس، ما نعرفش مين الفاوندر بتاعها، بيقول لك املى السيل اللي عليها الدور وخلصنا. الايست كوست سيل فكر نايف تريفيال، املى الكوست الصاحب املى السيل صاحبه الكوست الاقل، وده بارشيالي صح، لكن اجريجيت في اللونج تيرم لا. يعني معقوله يا سنطاوي انا كل مره حملى السيل الاقل وهيطلع لي التوتال كوست اكبر؟ انت واخد ستيب صح وراها ستيب صح وراها ستيب صح، لكن الثري ستيبس دول مع بعض ممكن يبقوا راسمين سكه غلط. لكن الفام العكس، الميرور ايمج بتاعتها، شوف الفكر العكس، هو واخد ستيب شكلها غلط، يعني هو بيروح للمشكله، ده بيخلق مشكله ويحسب لها بيناليتي ويشوف اكبر بيناليتي فيهم ويتصرف صح في المشكله فيضيعها عليه. يعني الفام طريقه وان كانت مش شكلها مش اوبتيمال، لان هو ساعات بياخد كوست اعلى من الكوست اللي سابه. يعني مثلا هو قفل الواحد ما ملهوش وملى الاثنين، الله ده في منطق يقول كده؟ لان اوفرول التكلفه هتبقى اقل من المملى الواحد واسيب الاثنين. الله ده 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 كان بص هنا مثلا ده ملى الثلاثه وملى السبعه وملى الاربعه وقفل التسعه والعشره، منطقي. لكن ازاي مين يقول ان هو يقفل الخمسه؟ الخمسه دي قفلت، يعني انا كنت اتمنى ان انا املى السيل دي انقل في تكلفه النقل تبقى عندي 5 جنيه للحته، مش اتكلف تكلفه نقل 7 جنيه في الحته. معقول؟ معقول. ليه طب يا سنطاوي كده؟ لان ده اوفرول خطوه تبان ديفييتد، تبان فيها عوج، لكن هي مرسومه سكه كلها صح، بل الاصح الفام ريلايبل اكتر من الطريقتين التانيين،
اقوى من الطريقتين التانيين. وفي الانيشال بيزك فيزبل سوليوشن دائما وابدا بتطلع ارقام افضل من كل الطرق، وابتل ناو ما اتضربتش او ما طلعش طرق احسن منها. يعني انا كده استعرضت الثلاث طرق بيجيبوا انيشال بيزك فيزبل سوليوشن في الستيب الاولانيه، الفيز الاولانيه اللي هي الفيزابيليتي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي نشوف، او في اللكتشر اللي جايه نشوف ازاي بقى بنقل من الفيزابيليتي للاوبتيماليتي بطريقه اسمها اليو ال في، وازاي بقدر اجيب فاينل انسر اوبتيمال سوليوشن، يعني حل ما فيش احسن منه. خد بالكم يا اولاد، كلمه اخيره، الثلاث حلول دول بيطلعوا حل ماشي بكل الكونسترينز، ماشي بكل الليميتيشنز اللي على الروز والكولمز بس، لكن ممكن يبقى فيه طرق، ممكن يبقى فيه حلول احسن منهم. دي نقطه مهمه جدا، ده حل اولي مش حل نهائي ولا اوبتيمال. ومتشكر جدا، وان شاء الله ايه نشوفكم الفيديو اللي جاي.